انا شريت المفتاح ب ايه شريت المفتاح ب 20,000 وباتشز لسه ما قفل عليه. في شخصية شريرة موجودة من ديمون سولز ما شاء الله كل الاجزاء وصلتها. يطلع هنا يجينا نجيبه هنا يصير لنا بيع. فخلونا نروح. اذا ما طلع لك في المكان اللي انا كنت فيه قبل شوية في طريقة ثانية يمديك تخليه يجي قصد. فالطريقة انه انك تطلع فوق في البرج بس لازم تكون معاك المفتاح ب 20,000. نرجع ننزل مرة ثانية زي ما تشايفين قفل علي الباب الوسخ. Sorry, friend. Be more careful. By the gods, curiosity is going to kill you, kittens. Some places are better left alone, you know. Oh, sorry. Am I a tad too late? الوسخ قفل علي يقول لي I'm sorry. يقول المفروض انك ما تيجي هنا ولا قافه قتلت حمار. بمعنى الكلام بس هو غبي صراحه ما يدري انه عندي هوم وورك. فبنرجع للفايرلينك شراين ونروح نكلمه راح نتفاهم معه. الحين لما نروح نكلمه بيكون كذا مصدوم كيف طلعت من ذا الكلام, وفي نفس الوقت بيقول لي سامحني. وعندك حلين, عندك حلين انك تسامحه او انك ما تسامحه. انا انصحكم انكم ما تسامحونه عشان تاخذون التحية حقته, لانه برضو التحيات جزء مهم يعني عشان تجيبون البلاتينيوم فلازم تجيبون كل التحيات. فهذا هو باتشز الحين بكلمه وما راح اسوي له فورجيف, ما راح اسامحه عشان اخذ التحيه. You're alive. Now hold your horses. Let's have a nice talk about this. I've come clean. I did you wrong. I didn't mean it though. Not one bit. You get these urges. Running the business and all, and I hate myself for it. I do. You know what I mean. Terrible, really. But I can see you'll forgive me. You're alive, after all, and that's what counts, right? يقول سامحني وأنا ما كنت قصدها وكاره عمري من الحركة اللي أنا سويتها وأنت بتسامحني صح ولا لا؟ فورجيف هيم ودونت فورجيف هيم. بقول له دونت فورجيف عشان اخذ منه التحيه اللي قلت لكم عليها. For heaven's sake, no need to jest with a face like that. You're still alive, and I'm here groveling in the dirt, so to speak. Oh, I know. Here, a token of my sincerity. Right and proper. Wait just a couple of outcomes. هذه هي التحيه اللي قلت لكم عليها. الحين يبيع لنا ملابس كاترينا. راح نشتري الملابس, نضطر نشتريها كاملة, ناقصنا الليكس. مهم ناخذ الملابس لانه جزء من الكويست حق كاترينا. فاشوف انه معانا سولز راح تفهمون ايش سالفة الملابس الحين. اوكي اوكي اخذنا الطقم كامل الحين. الحين باتشز يصير لنا بياع ندير نشتري من عنده ايتمات حلوه. وعادي حتى لو انك ما سامحته هي نفس الشيء راح يظل بياع وما راح يختفي ولا شيء. ف الحين لو تلاحظون لان هزمنا الزعيم انري وهرويك جو هنا فيبدينا نكلمهم. هرويك كالعاده ما يتكلم فخلونا نكلم انري. And we meet again. We spoke before on the Road of Sacrifices. Anri of Astora. I'm well pleased to see you safe. We reached the Cathedral of the Deep, but Aldridge's coffin was empty. The man-eater must have left for his true home. The little doll in the empty coffin told me. Aldridge is said to hail from Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep,
and so becomes our destination. Okay. يقول أنري, أنا أنري اللي قابلتك في رود الساكرفايس. يقول أنا رحت للكاثيدرال وفكيت الكفن اللي هو التابوت حق ألدريك. ألدريك مو في, ما كان في القبر, بس لكن لقيت عروسة, العروسة دي تدلني على المكان اللي هو موجود فيه, وأنه اكتشف أنه لازم يروح عن طريق الفارون كيب, ومن هناك راح يوصل للمكان المقصود أنه يروح له. تذكرون في واحدة من الحلقات هذا كان يقول لي كلام, يقول لي أنه في واحد كان يأكل أرواح وصار دب وتغير شكله ألين لما حب يسافر الكنيسة. هو كان يقصد ألدريك, مو هذا الصغير, كان يقصد شخصية ثانية, أنا كنت ملخبط في الأسامي, هذا اسمه غير, هذا يقصد ألدريك. ألدريك كان شخصية من الشخصيات قدام راح نلاقيها. Aldridge's honest home is Irithyll in the Boreal Valley, an ancient fabled city. A pilgrim told me that the city lies beyond Farron Keep, and so the Aldrich موجود في Boreal Valley, وهي بيت Aldrich, هي وجهتهم الجاية. فبرضو لو تذكرون في الحلقة اللي فاتت أخذنا آيتم مهم اللي هو السكرول, أخذنا هذا السكرول واخذنا السكرول هذه من من الصندوق اللي رميت عليه الايتم ونام واخذت منه الايتم. وبرضه في حلقة الغابة جم ملابس البايرومانسر اخذت هذا الايتم الجريت بايرومانسي 2, فهذه نقدر نعطيها المعلمين عشان يعطونا اسحار. فعندنا هذه معلمة السحر, يجينا الحين اعطيها التوم هذه اللي كانت جوة الصندوق عشان تبيع لي أسحار جديدة زي ما تشايفين. وحقة البيرومانسي اللي أخذتها من حلقة الغابة جنب ملابس البيرومانسي كانت, وجنب أبو مقص اللي أعطاني الخاتم حق البيرو. دينا نعطي التوب. Yes, here we are. It's been long indeed. With this, I can teach you. يعلمني ضربات جديدة. زي ما تشوفين زادت ضربات عنده. Do not be gone for long. Okay. الحين بنرجع للكنيسة لأنه في شيء مهم لازم راح نسويه. أول شيء خلينا نكلم ليون هارت. الشرير هذا نشوف إيش عنده. Well. Hasn't it been some time? I'm Leonard, the Ringfinger. Remember me? I slipped you those red eyes some time ago. You're making quite an effort of it, so I thought you might like to know. If you yearn for a proper red eye orb, one that is uncracked, then kill the dark wraith survivor of the lambs he has done. Okay. يقول انا ليون هارت اللي اعطيتك الكراكت ريد اي اورب من قبل, واذا انت والله عجبك الغزو خذ هذا المفتاح وروح اقتل الدارك راث اللي في المكان الفلاني وراح تاخذ منه الريد اي اورب الكبيره اللي بدك تغزي الى ما لا نهايه. فقبل ما نروح هناك خلونا اول شيء نرجع للكنيسه وبوريكم كمان كيف نستفيد من هالمفتاح اللي اخذته. خلينا اول شيء نجي هنا. اوكي وصلنا الكاثيدرال. لو تذكرون على اليمين كان في بير, البير هذا جدا مهم. Hello. Anyone there? Anyone at all? هذا كاترينا انحب اسير. يا كاترينا. I know that voice. Just how long has it been? It's me, Siegfried of Katarina. I'm loath to admit it, but I've been had. Someone's swiped my armor.
Did you happen to see it anywhere? Okay. يقول انه في احد سرق ملابسه ويقول لي هل انت لقيت ملابسي؟ لو تذكرون باتشز قبل شوية وانا طلعته واخذت منه الملابس حقت كاترينا، الوسخ باتشز هو اللي سرق ملابسه، فانا الحين شريتها منه وراح اعطي كاترينا الملابس عشان كاترينا يقدر يمشي في اللعبة واقدر اكمل الكوست حقه طريق الصح، فبرمين الملابس. Deepest gratitude. I seek that of Katarina, salute you. With my trusty suit of armor, I'll be out of here in a jiffy. Until we meet again, comrade. Okay, أعطاني التحية حقته. برضه دي مهمة عشان نجيب التروفي. No need to worry about me with my trusty suit of armor. Okay, يقول انه خلاص اهم شيء انه حصل على ملابسه راح يطلع من ذا المكان ويقدر يكمل في الكويست. والسبب اني رفعت الثلاث رفعات عشان كاترينا يقدر يمشي في الكويست. انا لاحظت واستكشفت انه اذا ما رفعت الرفعات الثلاثة كاترينا ما راح يقدر يمشي في المرحلة، ما راح يمديك تلاقيه في المكان اللي بعده، عرفته؟ فتأكدوا انكم ترفعون الرفعات كاملة الثلاثة عشان تخلون كاترينا يمشي في المرحلة وتقدر تقابل في المنطقة الجاية، لأن المنطقة الجاية جدا مهمة اللي نقابل فيها كاترينا، لأنه بناخذ منه ضربة من ضربات الميركل، فمهمة مهمة مهمة. الحين زي ما انتم شايفين رجعت مكان ما بلت الزعيم، انا قلت لكم تجون ذا المكان يمديكم تاخذون ملابسه. الان بروح المكان اللي قال لي عليه لاين هارت، المكان اللي الاقي فيه دور كروس، وهو اعطاني المفتاح حقه قال لي اهزمه وراح تقدر تاخذ منه الريد اي اورب اللي تسمح لي اني اغزي الى ما لا نهايه. فاذا انت تبي تغزون من اول اللعبه مجرد انك تهزم ذا الزعيم ديك تكلم لاين هارت ويعطيك المفتاح وتروح تباري، ومديك تاخذ الايتم ريد كراكت اورب ريد اي اورب، مديك تغزي الى ما لا ما لا ما لا ما لا نهايه. اوكي من هنا يا شباب سكران هذه مرحله البدايه، قلت لكم هنا كان في باب مقفل، هذا هو اللي قدامنا، هو ذا اللي يفتحه المفتاح اللي اعطاني اياه ليون هارت. دارك رات شويه جامد، مو بوحش سهل، بالذات انه الحين جاي له ليفل كم ثمانية، ممكن يدينا نهزمه صراحه. طب غيرت كلامي، اخذت الهاندز حقته، وهذه هي الريد اي اور. الان يمدينا اغزي الى ما لا نهايه، ما في عدد محدد، وبس هذه هي الطريقه يا شباب. الحين خلونا نرجع للفاير لينك شراين، وباذن الله في الحلقه الجايه راح نكمل في منطقه جديده. المنطقه هذه حقت الكاتيدرا خلاص خلصناها، الطريق مسدود هنا، فلازم نروح الطريق الثاني اللي هو من عند منطقه الغابه منطقه السموم. فمن هناك ان شاء الله تعالى بنكمل في الحلقة الجاية. اتمنى ذي الحلقة اعجبتكم يا شباب، وباذن الله نشوفكم في الحلقة الجاية من تختيم دارك سورس 3. كان معكم اخوكم بسام، وفمان الله.